السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من النطق الصحيح، وهذه الصفحة رقم 3. إن الذين كفروا، إي كسرة الهمزة، يجب أن تحرص على إتمام الكسرة إي وليس إن إي إي إي. إن، وهنا النون مشددة، يجب عليك إتمام الغنة. إن الذين، وكلمة الذين فيها اللام مشددة، أنا ما أطول زمنها حتى لا أصير رخوة عندي. اللام من أحرف التوسط للعمر. الذين، وهنالك من ينظر هذه الذال يقول إن الذين، هكذا خطأ، لا تنظرها. ونكسر الذال جيدا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كلمة كفر. كفى كفى، الكاف والفاء مرققة والراء مفخمة لأنها مضمومة، فأنت إن قلت كفروا فخمت الكاف والفاء بسبب الراء وهذا خطأ. أو ممكن تقرأها كفروا، ترقق الراء بسبب الكاف والفاء المرققتين. كفى كفروا كفروا، هكذا، بارك الله فيكم. سواء عليهم، هنا لدينا في كلمة سواء حرف المد والهمزة اجتمعا في كلمة واحدة، إذن المد واجب متصل 4 أو 5 حركات. تنوين الهمزة جاء بعدها عين، والعين من حروف الإظهار 6، الهمزة والهاء والعين والخاء والحاء والغين والخاء. سواء أتم الضم، ثم بعد ذلك نون مظهرة. سواء عليهم، لاحظتم؟ ولا أقول سواء سواء، هذه إمالة في الألف، لأنه أنت تبتسم قليلا وتسحب اللسان إلى الخلف وتجعله منبسط، فيطلع عندي صوت الألف ممال، فانتبهوا. عليهم الياء لين، يعني ساكنة قبلها مفتوح، ما أقول عليهم، هكذا نبرتها وأنه حسستني بأنها مشددة وهذا خطأ، لأنها ساكنة قبلها مفتوح. عليه عليه كسرة الهاء، عليهم أ. لاحظتم الآن كيف نطقت الميم مظهرة؟ لأنه في الميم يشترك مخرجين، مخرج شفوي ومخرج خيشومي، فلازم أسمع صوت الميم المظهرة وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي. عليهم أ همزتين متتاليتين، وأنطقها بصورة صحيحة. أ لا تقول أ هذا خطأ. لاحظوا كيف أنا ذهبت بأن اللسان إلى مخرج الذال، إلى حيز مخرج الذال، أتهيأ لنطق حرف الذال لأنه نون ساكنة بعدها ذال، إذن إخفاء. أأنذر، لاحظتم؟ ولا أفخم الذال بسبب الراء، راء ساكنة قبلها مفتوح تفخم الراء، فلا تفخم الذال، تقول أأنذرتهم، كأنه صارت قريبة إلى صوت الظاء. أأنذرتهم، لاحظتم؟ والهاء مضمومة، أضم الشفاه وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم. لاحظوا معي أأنذرتهم ميم، أم ميم، لم ميم، تنذرهم ميم، هذه كلها ميمات مظهرة، يجب أن أسمعها وتابعوا معي. أأنذرتهم أم لم تنذرهم، تنذرهم لا. لاحظوا كيف احنا طلعنا صوت الميمات، فانتبهوا بارك الله فيكم، ميم مظهرة يجب ان تظهر. أم لم، أم لم تنذرهم، لاحظتوا كيف انه انا خلصت النون من كلمة تنذرهم من أن تضم بسبب ضمة التاء، أنت لا تسحب ضمة التاء، تقول تن تن تن، شوف كيف أنه أنا نطقت النون ودخلت في الإخفاء، لكنه الشفاه لا زالت مضمومة، وهذا هو تخليص الحركات أحبتي في الله. تنذر، وهنا الراء ساكنة قبلها مكسور، إذن ترقق الراء. لا، لاحظ اللسان وين راح؟ راح إلى مخرج، إلى 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 حيز مخرج الذال، يتهيأ لنطق حرف الذال. تنذي، تنكسر الذال.
تنذرهم هو لا تقول هم دائما في كلمة الكلمات التي تنتهي بالكاف والميم كم هم تفخمونها وهذا خطأ لأنه أنا لدي سبعة أحرفيا مفخمة هي أحرف الاستعلاء مجموعة في خص ضغط قر هذه أحفظها وغيرها تكون مرققة. طبعا عندنا اللام من اسم الجلال هو يفخم أحيانا ويرقق أحيانا إذا فخم كان قبله مفتوح أو مضموم وإذا كان قبله مكسور طبعا يرقق والراء تفخم وترقق بحسب أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة قبلها مفتوح أو ساكنة قبلها مضموم أو ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح أو ساكنة قبلها ساكن قبلها مضموم وإذا كان قبلها كسر أو ياء ترقق الراء إلا في حالات ممكن تمر معنا إن شاء الله تعالى. تنذرهم لا يؤمنون لا وليس لا 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 هذه خطأ هذا الصوت خطأ لا 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 يؤمنون لا تسحب ضمة الياء إلى الهمزة الساكنة لا تقول يؤ شوفوا غلط يؤ ليش؟ لأنه أنا نطقت الهمزة ولا زالت الشفاه مضمومة إذن لا يؤمنون الهمزة هذه من الأخطاء الشائعة فيها أنه ممكن أقلقلها أقول يؤمنون أو أقول همزتين يؤمنون لأني لم أقفل الأوتار الصوتية تماما أنا أفكك الكلمة ثم بعد ذلك أركبها حتى تصير عندي مضبوطة يؤمنون تدربوا عليه هكذا يؤمنون لاحظتم؟ وأكسر الميم جيدا وانحصرت عندي الواو ما بين نونين وممكن أن يصير عندي غنة في هذه الواو فأنا أتدرب عليها أقفل فتحتي الأنف هكذا وأطق نون هذه غنة نون وأبدي أتدرب أضم الشفاه رأس اللسان طرف اللسان هذا يكون في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى أرفع قص اللسان قليلا وأنت قافل فتحتي الأنف تتدرب عليها ما راح يطلع فيها غنة بإذن الله عز وجل. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم خاء الخاء مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة التاء والميم مرققة جاء بعدها الله فخمت اللام ليش؟ لأنه قبلها ميم مفتوحة فممكن أنت تقول ختم فخمت التاء والميم بسبب الخاء قبلها وبسبب اللام من اسم الجلال بعدها فهذا خطأ أن يجب أن تعطي كل حرف حقه مستحقه ختم ختم الله هكذا تتدرب عليها الخاء مفخمة أفخمها مرتبة ثانية التاء والميم مرققتين ثم بعد ذلك اسم الجلال الله أفخمه لأنه سبقه مفتوح ختم الله هو أضم شفافي الهاء من اسم الجلال الله على وليس على على لا على على قولوا لاحظوا ضم مستمر عندي قلوبهم هذه نحرص عليها لأنه ممكن تقول قولوا قلوبهم وين ضم الشفاه فإن ترى القارئة لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققة أيها المعلم القاف مضمومة إذن مفخمة مرتبة ثالثة قولوا وليس قولوا كل حروف كلمة قلوبهم مرققة إلا القاف فأنت لا تفخم هذه الحروف قلوبهم كسرة الباء والهاء أركز عليها والميم مظهرة وخاصة جاء بعدها الواو فانتبه قلوبهم وقلوبهم وعلى ما وعلى وعلى سمعهم سم ميم ساكنة تتجلى الصفة في الحروف الساكنة الميم من أحرف التوسط لنعمر ويجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة سمعه لازم أنت تظهر الكسرة ميم مظهرة سمعهم وعلى أبصارهم وعلى حرف المد أبصارهم همزة إذن لدينا كلمتين فيكون المد جائز منفصل
راح يكون عندنا حركتين من طريق الطيبة، 4-5 من طريق الشاطبية. أب باء مقلقلة في وسط الكلام، قلقلة صغرى، والخطأ أن تقول أبصارهم بمجرد أن تقف ولو جزء من الثانية على المخرج، مخرج الباء هنا صار مسك ولم يحدث عندي القلقلة، إذن أنت تضرب المخرج وتهرب، بمعنى الاضطراب في المخرج. أبصارهم، هنالك من يقرأ يقول أبصارهم، خذها قاعدة، لا إعمال للشفاه في حروف الاستعلاء السبعة، هذه نقطة مهمة. تأخذ المرآة وتنظر في المرآة وترى نفسك بأنه هل كورت الشفاه، هل ضميت الشفاه ولا لا. أبصاري ريهم، الراء مرققة، لماذا؟ لأنها مكسورة، وأبين الكسرة لا أختلس الكسرة، والهاء مكسورة والميم مظهرة. أبصارهم غشاوة، تعمدت أن أقف هنا حتى أبين لك، لما تقف بالتاء المربوطة تقف بها، والهاء باهتزاز الأوتار الصوتية. طيب الأوتار الصوتية وين؟ في منطقة أقصى الحلق، حتى لا تخرج منك هاء من الصدر أو هواء خارج من الرئة، يعني تقول غشاوة غشاوة هكذا، هذا هواء خارج من الصدر، هذا خطأ. غشاوة هكذا باهتزاز، تحس بالاهتزاز في منطقة أقصى الحلق، ولا تقول وه وه، لا و و و و بهذه الطريقة. طيب إذا أنا استمريت راح يكون عندي التاء المربوطة تنوين ضم، جاء بعدها واو، الواو إدغام لأنها من أحرف ينمو إدغام بغنة. غشاء، الغين طبعا مكسورة مفخمة مرتبة أخيرة، غشاوة ولهم، هذا إدغام بغنة تنوين تاء المربوطة من كلمة غشاوة والواو بعدها. وله، لا انتبهوا، يجب أن أضم الشفاه. ولا في المضموم، ولهم عذاب، ميم مظهرة يجب أن أحرص عليها، لأنه الميم مخرجها اثنين، مخرج شفوي ومخرج خيشومي، فأنت إذا قلت ولهم عذاب أنت حققت المخرج الشفوي ولكنك لم تأتي بالمخرج الخيشومي، وهذا أحرص عليه دائما، أظهر الميم أظهر الميم. ولهم عذاب، لا تقل عذاب عذاب هكذا بابتسامة في الشفاه وتسحب اللسان إلى الخلف وتجعلهم منبسط، اللسان مرتاح، لا لا، بس مجرد شوفوا اللسان كيف نايم مرتاح، لا تعملوا أي شيء. عذاب بوت، ضم تنوين جاء بعده عين، والعين من حروف الإظهار الستة، إذن هنا يجب أن نظهر النون وأسمعها. الخطأ الذي يحدث أنه أقطع صوت النون، عذاب عظيم، لا، عذاب وضم، أبين الضم ثم بعد ذلك النون اللي راح تصير من التنوين، عذاب عظيم. العين مرققة، الضاء مفخمة، مرتبة أخيرة خامسة، فأنت خطأ تقول عظيم، فخمت العين بسبب الضاء وفخمت العين كثير، والضاء أصلا مفخمة مرتبة أخيرة والعين مرققة، فيجب أن تنتبه لهذا الموضوع. عظيم، ولا تفخم الياء تقول عظيم، لا، عظيم. وتقف هنا في المد العارض للسكون حركتين 4 أو 6 حركات، وهذه الياء لا تجعل فيها غنة، لما تقرأ تقول عظيم، هذه ياء فيها غنة، ماذا أفعل؟ أخفض الفك السفلي وتتدرب وأتقافل فتحتي الألف، عظيم. لاحظتم كيف خرجت الياء من غير غنة؟ هذه تحتاج إلى دربة، مع الوقت راح تنتهي وتختفي. الميم مظهرة بينها لما أقف من كلمة عظيم، عظيم، لاحظتم؟ إذا أنا أريد أستمر، عظيم ومينة، لأنه لدي تنوين من كلمة عظيم، تنوين الميم وجاء بعدها الواو، ومن الناس هنا إدغام بغنة، فننتبه آتي بالغنة وإدغام، عظيم ومن الناس ومينة،
أتم الحركات و لا تقول و لا تنطق هكذا و ومي ومي كسرة الميم ومن الناس من يقول آمنا الناس هذه لدينا نون مشددة فأنا أجيب الغنة أكمل ما يكون لكنه ماذا يحدث في النون المشددة والميم المشددة تنبر فيها وهذا خطأ تقول ومن الناس من يقول ناسي خطأ أنت جبت الغنة فماكو داعي أنه أنت تنبرها ولا تقول ومن الناس ناسي هنا أملت الألف أيضا هذا ننتبه إليه من يقول نون ويا نون ساكنة ويا إدغام بغنة من أحرف ينمو الإدغام بغنة الخطأ أنه أنت تجعلها يا صافية تقول مي 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 لاحظتم كيف أنا قفلت فتحة الأنف ولا يوجد فيها غنة إذن يجب أن أحرص مي مي يقول لاحظتم هذه مهمة جدا القاف من كلمة يقول مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة وأضم الشفاء يقول آمنا آمنا الألف الساكن قبل همزة مفتوح مد بدل حركتين لا تقول آمنا بالله نون مشددة من كلمة آمنا لا تنبرها كما في الناس آمنا بالله خطأ هذا نبر آمنا بالله كسرة الباء أبينها ما أختلس الكسرة بما أنه اسم الجلال سبق بكسر فإذا ترقق اللام بالله ولا أقول بالله بالله هذه إمالة فانتبهوا بالله اللسان مرتاح نايم وماكو أي ابتسامة في الشفاه بالله هي هي كسرة الهاء بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم لاحظوا كيف أحبتي باء مكسورة وبال وانتقلت ماذا إلى اللام أبغي حجك وخف عقيمه يا أحرف قمرية فبانت عندي اللام قمرية هنا بكلمة وباليوم كذلك الآخر لأنه لدينا همزة في كلمة الآخر فاللامات هنا أسمعها واضحة لأنه بينية يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة وباليوم والواو من كلمة باليوم لين ساكنة قبلها مفتوح وباليوم لا أقول وباليوم الآخر لاحظ هذا النبر حسستني بأنه الواو مشددة وهي ساكنة فيجب أن نحرص على واو اللين ياء اللين الساكنتين المفتوح ما قبلهما حتى تخرج باليون وسلاسة وباليوم الآخر لاحظتم هنا لدينا أيضا مد بدل ألف ساكن قبلها همزة مفتوح لا تقول الآخر والخاء مفخمة مرتبة أخيرة مكسورة مرتبة خامسة الآخر ولا تقول الآخي لا تجعلها هكذا مرققة الآخر ري راء مرققة لماذا لأنها مكسورة وما هم لا تقول وما هم لا تمل صوت الألف اجعل الأمور طبيعية لا ابتسام في الشفاء ولا تسحب اللسان إلى الخلف ولا تجعلهم منبسطا حتى تطلع عندك ألف ممالأة وباعد بين الفكين حتى تتدرب عليها تنطقها وما هم بمؤمنين لدينا الميم الهاء طبعا ضمينا الشفاء فيها والميم جاء بعدها باء إذن إخفاء شفوي هنا الإخفاء إذا صار عندك إطباق للشفاء طبعا هنالك من يقول بفرجة فريق وفريق يقول بإطباق الشفاء ولكن من غير كز ولكل فريق أدلته وأنت حسب ما تأخذ من شيخك خلاص هو الصحيح بإذن الله عز وجل وما هم ب لاحظتم من غير كز يعني بسلاسة بمؤمنين الميم مضمومة همزة بعدها
ساكنة، لا تسحب ضمة الميم إلى الهمزة الساكنة، تقول بيم نطقت الهمزة ولا زالت الشفاء مضمومة، رجع الشفاء إلى الوضع الطبيعي حتى تنطق الهمزة من غير شائبة من الحركات. والهمزة لا تقلقلها بمؤمنين، ولا تنطق همزتين بمؤمنين لأنه لم تقفل الأوتار الصوتية، الهمزة بقفل الأوتار الصوتية تماما حتى تخرج صافية. فكك الكلمة ثم ركبها بمؤمنين بمؤمنين. أنا عم بقطعها حتى تبين كيف احنا قطعنا الهمزة، كيف بينا الهمزة. بعد ذلك أنطق المقطع الثاني مينين، فانتبهوا بمؤمنين كسرة الميم والنون ميني مينين، والياء لا تجعل فيها غنة وخاصة انحصرت بين النونين، تقفل الفتحتين الألف دين، هذه غنة الياء دين دين. تدرب عليه بهذه الطريقة وأنت قافل فتحتي الأنف حتى تصبح عندك الياء من غير غنة. يخادعون الله والذين آمنوا، الخاء مفتوحة بعدها ألف، إذن مفخمة مرتبة أولى. يخا لا تقول يخا، لا إعمال للشفاء هذا خطأ. يخادعون دي كسرة دي عو، والعين مضمومة أضم الشفاه أبينها، والعين عميقة منين؟ من وسط الحلق. عو عو عونا، نون مفتوحة بعدها اسم الجلال الله، إذن تفخم اللام. أي اسم جلال الله عز وجل قبل المفتوح قبل مضموم تفخم، ولكن لا أفخم النون، أقول يخادعون الله بسبب تفخيم اسم الجلال الله، فخمت النون والنون مرققة. فانتبهوا يخادعون الله والذين الله، هنالك من ينطق يقول الله الله، هذه خطأ لأنه أنت لو تلاحظ أنه كلها مفتوحة، فأنت لماذا تقول الله الله؟ هذا خطأ. الله الله تدرب هكذا أمام المرآة. والذين اللام المشددة هنا لا أمسكها حتى لا يصير عندي رخوة. والذين خطأ صارت رخوة، اللام من أحرف لين عمر بينية يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة. والذين هنالك من ينبر الذال، والذين أطال اللام نبر الذال، وانتبهوا بارك الله فيكم نقرأها صح. والذين آمنوا، لاحظتم آمنوا مد بدل حركتين، همزة فتح ألف ساكنة قبلها همزة مفتوحة حركتين وليس خطأ آمنوا، نو نون مضمومة أضم الشفاه فيها. وما يخدعون، وما خطأ، وما يخدعون الخاء ساكنة، الخاء راح تكون ساكنة، تتجلى الصفات في الحروف الساكنة، يعني يجري فيها النفس مهموسة فحثه شخص سكت، ويجري فيها الصوت فنسمع الخاء مع التفخيم لأنها من حروف الاستعلاء خص باطن قو. فانتبهوا وما يخدعون إلا إلا، لا تطيل زمن اللام إلا، هكذا طال وأخليت بأحكام التجويد لأنه اللام بينية كما مر معنا في كلمة والذين. فانتبهوا ولدي حرف المد في كلمة إلا والهمزة في كلمة أنفسهم، إذن مد جائز منفصل بمقدار حركتين من طريقة طيبة أو أربعة خمسة من طريقة الشاطبية. فننتبه إلا أنفسهم، لاحظتم ما أقول إلا، لا تميل صوت الألف، لا تبتسم، لا تجعل هنالك ابتسامة في الشفاء، لا تسحب اللسان إلى الخلف، لا تجعل اللسان منبسط، اللسان مرتاح. إلا لسان مرتاح.
أنفسهم راح يكون عندي نون ساكنة، وبعدها فاء راح يكون إخفاء. أذهب إلى وين؟ حيز مخرج الفاء اللي هو الثنايا العليا إلى باطن الشفاء السفلى. أنفسهم، لا تقولها لقد قفلت الشفاء وكأنه صار أو حسستني بأنه صارت ميم، هذا خطأ. أنفسهم، الفاء مضمومة والهاء مضمومة نضم الشفاء فيها والميم مظهرة. أنفسهم وخاصة جاء بعدها واو، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. وما وليس وما يش، خطأ. وما بس أنت تبتسم راح تسحب اللسان، راح ينبسط اللسان، راح تطلع عندك إمالة. وما يشعرون، لاحظتم الشين تفشي؟ هذا يشعرون، وخاصة ساكنة فتكون الصفات واضحة فيها، فانتبهوا بارك الله فيكم. العين والراء مضمومتان، عورون، الراء مفخمة، لماذا؟ لأنها مضمومة، لا تجعل غنة في الواو. ماذا أفعل؟ أقفل فتحتي الألف. عورون، لا تقول عورون. ماذا أفعل؟ أضم الشفاة إلى الأمام وأجعل رأس اللسان في المنطقة اللحمية تحت الثنايا السفلى، أرفع أقصى اللسان وأنت تتدرب عليها وأنت قافل. لاحظ أنا مرة أقرأها بغنة ومرة بلا غنة، أريد أنت تتدرب بهذه الطريقة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في، لا تقول في قلوبهم، القاف مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، وكل حروف قلوبهم مرققة إلا القاف، فلا تقول قولوا فخمت اللام، فانتبه كسر الباء والهاء. قلوبهم ما، ميم مع ميم إدغام متماثلين والغنة تكون بمقدار حركتين. قلوبهم ما، لا تقول مرض، لا تفخم الميم بسبب مجاورتها للراء المفخمة والضاد المفخمة، فأنت تقول ما مرض. ما ميم ما ميم مرض ما، وليس مرض، انتبهوا. الراء مفخمة لأنها مفتوحة والضاد مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة. طيب لدي الآن تنوين جاء بعده فاء إخفاء، أذهب إلى مخرج الفاء، حيز مخرج الفاء. مرض، انتبه أتم الحركة والضم. مرض 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 فزادهم، تنوين مع الفاء، الثنايا العليا راح أنزلها وين؟ على باطن الشفة قريبة حتى أتهيأ لنطق حرف الفاء. مرض فزادهم فزادهم، انتبه لا تمل الألف. فزادهم مرقق، بعد ذلك عندي اسم الجلال الله اللي قبله مفتوح مضموم عفوا، فأفخم اللام من اسم الجلال. فزادهم الله مرضا، من غير أن أؤثر على الميم، ما أجعلها مفخمة أقرأها فزادهم الله، هكذا فخمت الميم تأثرا باللام من اسم الجلال الله. الله، لا تقول الله، لا تكور الشفاء، هذه طريقة غلط لما تنطق اسم الجلال الله بمفخم. الله مرضى مرضى، ميم مرققة والراء مفخمة كما مرت معنا في كلمة مرض، ولكن هنا الضاد راح تكون تنوين فتح، راح تكون مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف. مرضى، لا تقول مرضى، ضا هذه الضاء، الضاد من حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، هنا الاتكاء الحقيقي وملامسة بسيطة جدا من رأس اللسان في المنطقة اللحمية بعد الثنايا العليا. عندنا
ما رضوا ولهم. هنا حكم تنوين مع الواو إدغام بغنة، لأنه الواو من أحرف ينمو. ما رضوا، عفوا، ما رضوا ولهم، لاحظتم كيف؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا ميم مظهرة من كلمة ولهم، ولهم عذاب. لاحظتم كيف سمعنا الميم؟ الميم المظهرة مخرجين، مخرج شفوي ومخرج خيشومي، فيها الغنة، هذا أصل في المخرج الميم حتى نسمعها. عذاب، لا تقول عذاب عذاب أليم، انتبهوا بارك الله فيكم، لا تنطق الألفات ممالة هكذا تبتسم وتسحب اللسان وتخلي اللسان منبسط، لا، عذاب. وهنا لدي تنوين جاء بعده الهمزة، حروف الإظهار الستة، الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء، الحروف الحلقية الستة، عذاب، أتم الضم، ثم بعد ذلك نون مظهرة، عذاب أليم، ألي 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 كسرة اللام، أليم بما، تنوين مع الباء إقلاب، وهو في حرف الباء حرف وحيد في الإقلاب، أليم أضم، ثم بعد ذلك أقلبها، ماذا إقلاب؟ تقلب ميم، أليم من غير كز، أليم بما، وليس بما، لا، كانوا، لا، بما كانوا، كانوا. لدينا كلمة يك، يك، هنالك من يقول يكذبون، الكاف والتاء مهموستان، هنالك من يبالغ يقول يكذبون، هذه مبالغة في الهمس، أو هنالك من يقلقل يكذبون، هذه أيضا خطأ. إذن انتبهوا، يك يكذبون، يكذبون، كسر الذال جيدا، ثم بعد ذلك هذه الواو لا تخرج غنة معها، تقول بود بود بود، ضم الشفاه إلى الأمام، ضع رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى، أرفع أقصى اللسان قليلا، ثم بعد ذلك هذه النون نقف المد العرضي للسكون حركتين أو أربعة أو ستة، والنون أسمعها يكذبون، هكذا بارك الله فيكم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، وإذا كسرة الهمزة، وإذا ذا وليس ذا، وإذا خطأ، وإذا قيل، القاف مفخمة مرتبة أخيرة، ما تقول قي قي قي، هي مرققة، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فإذا تفخمها قي قيل لهم، لا 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 لا، قيل لا قيل له لهم، الهاء مضمومة نضم الشفاه فيها، الميم مظهرة، لهم لا، أسمع الميم المظهرة لأنه مخرجها شفوي وخيشومي، لا تقطع صوت الميم المظهرة، لا، ولا تقول لا تفسدوا، خطأ، لا، اجعل كل شيء طبيعي، أبعد بين الفكين، اللسان مرتاح بحيث أنه تطلع عندي الألف غير ممالة، لا تفسدوا، لاحظوا التاء مضمومة والفاء ساكنة، فأنت تقرأ الفاء تضم الشفاه تقول تف، لاحظتم تف، هذه تنتبهوا إليها في المرآة، لأنه أنت ضميت الشفاه في الفاء الساكنة وأنت سحبت ضمة التاء إلى الفاء الساكنة، وهذا هو تخليص الحركات، تفسدوا، والفاء مخرجه ضعيف يحتاج إلى كمية من الهواء همس، كمية من الصوت، جريان رخاوة، جريان الصوت حتى أسمع الفاء، تفسدوا، لاحظتم سيدوا، كسر السين والدال بضم الشفاه، فيل في فيل فيل، خطأ، في في فافيفو في الأرض، لاحظوا كيف انتقلت إلى اللام من كلمة الأرض، لأن بعدها همزة حروف قمرية، واللام يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لين عمر،
في الأرض. هنالك من يفخم هذه الهمزة بسبب الراء الساكنة قبلها مفتوح مفخمة وسبب الضاد، يقول في الأ في الأرض، لا في الأ في الأر في الأر في الأرم في الأرض قالوا ضيقالوا ضيقالوا. الضاد مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة، أي مرتبة خامسة. قالوا. القاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، لا تقل قالوا ق خطأ قالوا. وهنا لدينا ألف ساكن قبلها مفتوح مد طبيعي حركتين، قالوا. إنما لدينا حرف المد في كلمة قالوا، والهمزة في كلمة إنما مد جائز منفصل بمقدار حركتين من طريق الطيب وأربع خمس حركات من طريق الشاطبية. قالوا إن كسرة الهمزة إي آ إي أو. إنما النون مشددة أجيب الغنة أكمل ما تكون من غير ننبر. إنما إنما لماذا؟ إنما نحن. هذه الحاء دائما يصير عندها شحطة، لما لأنه أنا بهجم على المخرج هجوم وبعطيه كمية هواء كبيرة فتطلع عندي نحن خطأ، فانتبهوا الحاء رقيقة. نح حيح بح نح نحن نحن نضم الشفاف النون الثانية مصلحون. لاحظوا كيف أنه كلمة مصلحون الميم مضمومة وننطق الصوت خطأ بالضم مصلح. لاحظوا مص، أنا نطقت الصاد الساكنة وضميت الشفاء بتأثير ضمة الميم، فهذا تخليص الحركات يجب أن تنتبهوا عليه. مصلحون والصاد ساكنة من أحرف الصفير قوية أقوى حروف الصفير، وبعدها يأتي السين وبعدها يأتي الزاي، فانتبهوا هذه الصوت راح تكون عندي جريان للنفس وجريان للصوت. فحثه شخص سكت، وهي مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكنة. مصلحوا لي لي ليحون. لا تجعلوا غنة في هذه الواو بقفل فتحتي الأنف. حون أو حون حون. من أنت تقفل فتحتي الأنف تدرب عليها بأن تضم الشفاه إلى الأمام، تجعل رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى وترفع أقصى اللسان، ما راح يطلع عندك غنة فيها وتقف منون مظهرة. مصلحون حتى لا آكلها. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا لا تقل ألا، لدينا حرف المد في كلمة ألا والهمزة في إنهم مد جائز منفصل بمقدار حركتين من الشاط من الطيبة وأربع خمسة من الشاطبية. ألا إنهم نون مشددة الغنة أكمل ما تكون ولا تنبر. إنهم خطأ، جبت الغنة خلاص ما تجيب نبر أو أي شيء معاها. إنهم ميم مظهرة. إنهم هم هكذا تسمع صوت الميم هم، لا تقول هم 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 من الميم المضمومة من كلمة هم إلى اللام من كلمة المفسدون، لأن لدينا همزة وصل واللام قمرية بسبب مجيء حرف الميم بعدها. ابغي حجك وخف عقيمه، هذه الحروف القمرية. المفسدون لا تسحب ضمة الميم إلى الفاء الساكنة، تقول المف خطأ المفسدون، والفاء الساكنة تتجلى فيها الصفات، يعني يجري فيها الصوت ويجري فيها النفس لأنه الفاء مخرجها ضعيف فتحتاج إلى هذه المساعدات حتى نسمعها، وخاصة لما تكون ساكنة. المفسدون المفسدون ولكن 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 خطأ، انتبه ولكن هكذا الألف تكون مرتاح، لا تبتسم بالشفاء ولا تسحب اللسان إلى الخلف ولا تجعله منبسط. النون ساكنة جاء بعدها لام، آكل النون، ما معنى إدغام بغير غنة؟
لأنه النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها لام والراء إدغام بغير غنة، ولكن أكلنا النون، ولكن لا، لاحظتم؟ ولكن لا، انتهت النون، ما في نون. ولكن لا يشعرون، يش لا، لا تقول لا، الشين تفشي، لا هكذا من غير إمالة، يش يشعرون، والعين والراء مضمومتان نضم الشفاه فيها، والراء مفخمة لأنها مضمومة، ولا أجعل غنة في الواو، أقول يشعرون، خطأ، يشعرون، هكذا لا يوجد فيها غنة، لأنه أنا ضميت الشفاه بطريقة صحيحة ووضعت رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى ورفعت أقصى اللسان، ما راح يطلع فيها غنة. والنون لازم أسمعها لا يشعرون، هكذا لما أقف المد العارض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا، وإذا كسرة الهمزة، ولا أقول وإذا إمالة الألف، لا، وإذا قيل قاف مكسورة مفخمة مرتبة خامسة، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، قيل لا لا لا، لدينا لامات متتابعة مفتوحة فأبينها، قيل له له مع ضم الشفاء، لهم آمنوا، ميم مظهرة فانتبهوا، آمنوا، عندنا ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة وهذه مد بدل حركتين، لا تقول آمنوا، هذه إمالة، آمنوا هذا الصح، آمنوا كما، نون ضم الشفاء، كما آمنا، لدينا حرف المد في كما والهمزة في آمنا، إذا مد جائز منفصل بمقدار حركتين من الطيب وأربعة خمسة من الشاطبية، لا أقول كما آمنا، هذه إمالة في الألفات، خليك مرتاح، كما اللسان مرتاح بعد بين الفكين، كما آمنا الناس، الناس، لا تقول الناس، لا تنبر النون المشددة، أنت جبت الغنة مع النون المشددة أكمل ما تكون كما سمعت وخلص ما في داعي للنبر. قالوا، قاف مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى، لا تقول قالوا، لا إعمال للشفاه في حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في خص ضغط قر، فانتبهوا، قالوا ما الطبيعي، لأنه ألف ساكن قبلها مفتوح، أسمع المد الطبيعي، أعطيه حركتين، قالوا أنؤمن، لاحظوا حرف المد في كلمة قالوا والهمزة في كلمة أنؤمن، فيكون لدينا مد جائز منفصل بمقدار حركتين من الطيبة وأربعة خمسة من الشاطبية، وانتبهوا إلى أن عدم سحب ضمة النون إلى الهمزة من كلمة أنو، شوفوا أنو، نطقت الهمزة وأنا لازالت الشفاه مضمومة وهذا خطأ، لا تقلقل الهمزة، أنؤمن خطأ، لا تجعل همزتين، أنؤمن، لابد من قفل الأوتار الصوتية في الهمزة قفلا محكما حتى أنا لا تقلقل معي ولا تطلع عندي همزتين، أنؤمن، تدربوا عليها هكذا مثل ما أنا أقول الآن، أنؤمن، 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 كما مين، كسرة الميم والنون مضمومة أضم الشفاه فيها، كما آمنا، مرت معنا في نفس الآية مد جائز منفصل، ولا أقول كما آمنا، وعندنا كلمة آمنا ألف ساكن قبل همزة مفتوح مد بدل بمقدار حركتين، كما آمنا، انتبهوا، آمنا السفهاء، هنا لدينا انتقلت انتقالة من النون من كلمة آمنة المفتوحة إلى إيش السين، لأنه لدينا همزة وصل واللام شمسية، أقول للتسهيل إذا كان بعد الألف واللام حرف مشدد اللام شمسية، إذا كان حرف متحرك ضم أو فتح اللام قمرية، لكنه السين ليست من أبغي حجك وخف عقيمه، إذن
السفهاء اسمع، السين الساكنة ثم السين المفتوحة لأنه عفوا السين المضمومة لأنه سين مشددة بضم. السفهاء، والسين من أحرف الصفير ويجري فيها الصوت ويجري فيها النفس. السفهاء لماذا نبرت؟ لما هذه إحدى مواضع النبر الخمسة، لما تقف على كلمة في آخرها همزة تقف بالنبر حتى أنا أتم قفل أوتار الصوتية وما تضيع مني الهمزة وأسمعها، ما أقول السفهاء، لاحظتم؟ ضاعت مني الهمزة، لكنه السفهاء. هكذا نبر لما نقف على كلمة في آخرها همزة. وهنا اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة السفهاء في كلمة واحدة، إذن مد واجب متصل. أربع وخمس حركات. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا، لا ألا، 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 الباعد بين الفكين، اللسان مرتاح، لا تبتسم بالشفاه حتى لا تطلع ألف ممالة. ألا حرف المد، إنهم همزة، إذا كلمتين، إذا مد جائز منفصل، حركتين من الطيب، أربعة خمسة من الشاطبية. إنهم كسرة الهمزة، إي، إنهم، لا تنبرها، إنهم هم، هذا خطأ، أنت نبرت ونبرت هم، فإذا النون مشددة، أتيت بالغنة، ما في داعي تنبر. إنهم هم، ميم مظهرة سمعتوها، إنهم هم، هذه أسمعها الميم المظهرة لأنه مخرجين في الميم، مخرج شفوي ومخرج خيشومي، لأنه إذا قطعت صوتها أنت أتيت فقط في مخرج واحد، والأصل أن تأتي بمخرجين الميم وكذلك النون. همس، هو، هم، هم السفهاء، السفهاء ولكن، لاحظتم لدينا في كلمة السفهاء حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، فهنا يكون مد واجب متصل، وأقول السفهاء ولا أقول السفهاء، أملت الألف وتغير الصوت والصوت غير مستساغ، فانتبهوا بارك الله فيكم. ولكن لا يعلمون، ولكن لماذا؟ لأنه النون الساكنة بعدها لام إدغام بغير غنة، آكل النون، ولكن رأسا، ولكن كأنه النون ليست موجودة، ولكن لا، لا تقول لا، لا يعلمون. العين ساكنة، والعين الساكنة تحتاج إلى تدريب لأنه لازم تنزل أنت إلى وسط الحلقة، لأنه كما يقول علماؤنا أنه في انزعاج في المخرج كأنه أنت عم تبلع شيء ما تخرجها مقلقلة، يعلمون خطأ. والعين بينية لأنه لازم يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة من أحرف لين عمر، أحرف التوسط، أو تخرج عائمة قريبة من أدنى الحلق، يا ما تتعب نفسك، يعلمون، هذه أيضا خطأ. إذن حس كأنه عم تبلع شيء وانزعاج، تنزعج في المخرج، لا يعلمون. هذه مون، هذه واو انحسرت ما بين الميم والنون، والميم والنون في مخرجهما الغنة من الخيشوم، فممكن أن تتأثر هذه الواو، فأنت شو راح تعمل؟ تقفل فتحتي الألف وتقول مور، هذه غنة مور، وتعمل حركات كما علمتك، تضم الشفاه، تضع رأس اللسان أسفل في منطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى، ترفع أقصى اللسان مور، راح تيجي معك بإذن الله. والنون مظهرة لما نقف، لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا كسرت الهمزة، وإذا خطأ، وإذا لقوا، لقوا، لا تقول لقوا، لا تفخم اللام بسبب القاف المضمومة مفخمة مرتبة ثالثة، لا، لقوا، لقوا الذين، الذين لا تمسك اللام، لا تطل زمنها، تقول الذين خطأ، لأنه اللام من أحرف التوسط ليست رخوة، إذا أطلت الزمن هكذا صارت رخوة، وهذا حكم غير موجود، فانتبهوا، لا تنبر الذال، الذين آمن، لا،
الذين الذين، لا تقل الذين، أطلت لا، الذين آمنوا آمنوا، ألف ساكن قبل همزة مفتوحة، مد بدل مقدار حركتين. لا تقل آمنوا خطأ، آمنوا قالوا، هذه ننتبه كلمة قالوا مفتوحة القاف بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى. لدينا مد طبيعي ألف ساكن قبلها مفتوح، قالوا، لا تقل قالوا، لا تكور الشفاه. لدينا حرف المد في قالوا همزة آمنا، لدينا هنا مد جائز منفصل بمقدار حركتين من الطيبة وأربعة خمسة من الشاطبية، وآمنا فيها مد بدل لأنه ألف ساكن قبلها همزة مفتوح. نقرأها، قالوا آمنا، نون مشددة ما أنبرها، آمنا، وإذا أنت جبت الغنة من النون المشددة فما في داعي للنبر. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، وإذا خسرت الهمزة ذا وليس ذا، وإذا خلوا خا خا مفتوحة لا تكور الشفاه مفخمة مرتبة ثانية، خا خلوا إلى إلى وليس إلى، لا تملها، إلى شيا، لا تقل لأنه راح تتأثر بالطاء، راح البعض يقرأها شياطينهم، هذا خطأ، شيا شيا. وهنالك من يقول حتى أنه لا يفخمها مخافة الطاء بعدها، يقول شيا شيا، يبتسم، يسحب اللسان، يبسط اللسان، تخرج عندي الياء ممال، الألف ممالة، وهذا خطأ. شياطينهم، الطاء مكسورة مفخمة، ما أجيبها مرققة، طي 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 طي، لا طي، شياطي، كسرة الطاء والنون والهاء، شياطينهم قالوا، ميم مظهرة، اسمع صوت الميم المظهرة، أنا ما أقطع صوتها لأن الميم مخرج شفوي ومخرج خيشومي. قالوا، القاف مفتوح بعد ألف مفخم مرتبة أولى، والمد الطبيعي أجيبه حركتين، قالوا إنا معكم، لاحظوا كيف عندي حرف المد في قالوا والهمزة في إنا، مد جائز منفصل حركتين من الطيبة أربعة خمسة من الشاطبية. إنا، نون مشددة، الغنة كمل ما تكون كما سمعتموها لا تنبروها، إنا معكم، إنا معكم، ما موجود هذا النبر، خلاص جبت الغنة فقط، معكم، معاكو، أتم الحركات، الكاف مع الميم. هناك من يقول معاكو، معكم، دائما كلمة كم يعني بتختم بكلمة بكم بالحرفين أو هم، لا تفخموها، الكاف مرقق والهاء مرقق، فأنت تملأ الفم فتطلع عندك مفخمة كم، فانتبهوا، معاكو، معاكم، إنما، الميم مظهرة، أسمع صوت الميم المظهرة، معكم، إنما، نون مشددة، الغنة أكمل ما تكون ولا أنبرها واكسر الهمزة، إنما نحن، نحن، الحاء رقيقة، لا تخرج كمية هواء تهجم على مخرج الحاء تطلع عندك شحطة، نحن، خطأ، نح حيح بح نح، نحن مستهزئون. الميم مضمومة، سين ساكنة، لا تسحب ضمة الميم إلى السين، تقول مس مس، نطقت السين ولا ولا زالت الشفاه مضمومة، خطأ، مس، سين يجري فيها الصوت، رخاوة يجري فيها النفس، مهموسة من أحرف الصفير بقوة الصفير بعد حرف الصاد، مستهزئ، الهاء الساكنة تتجلى فيها الصفات، الاهتزاز راح يكون واضح من أقصى الحلق، يجري فيها الصوت ويجري فيها النفس، فانتبهوا بارك الله فيكم، مسته وليس مسته، هذا هواء خارج من الصدر من الرئة، هذا ليس على قاله في أقصى الحلق، مستهزئون، زئون، راح يكون عندي واو ساكنة قبلها همزة مضمومة، راح يكون عندي مد بدل،
فأنت راح تقفون هنا يعني بالمد العارض للسكون، فراح أنطقها حركتين أو أربعة أو ستة، مستهزئون، من غير أن أجعل غنة في الواو، مستهزئون. أضم الشفاه إلى الأمام، أجعل رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى، وأرفع قص اللسان قليلا وتظهر النون، مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله، لا تقول الله، لا تكور الشفاه، لا تعمل الشفاه، لا تضمها بما على اساس انه عم بتجيب التفخيم، تفخيم اللام، تقول الله. انظر الى المرآة امامك وشوف اذا كنت تعمل هذه الحركات فهذا خطأ. الله، الله يستهزئ. لاحظتم الهاء مضمومة نضم الشفاه والهاء مرققة من اسم الجلال الله، يستهزئ. سين يجري فيها الصوت، يجري فيها النفس، رخوة مهموسة ومن أحرف الصفير، والهاء باهتزاز الأوتار الصوتية وتتجلى الصفات في الحروف الساكنة، يستهزئ. حتى لا تقول يستهزئ، هذه هاء لا علاقة لها في منطقة أقصى الحلق، هذه هاء صدرية، هاء من الرئة، يجب أن تحس منها هنا باهتزاز، راح تهتز الأوتار الصوتية هنا، هذه هي الهاء الحقيقية من أقصى الحلق. يستهزئ بهم، بهم، نضم الشفاه في المضموم وفي الواو، به كسرة الباء والهاء، بهم، ميم مظهرة، بهم، و، وخاصة جاء بعدها واو، ليش؟ لأنه الإمام الجزري يقول وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي، ما هي؟ الميم، بهم، و، لا تقول بهم و، بهم و، أتيت بالمخرج الشفوي ولم تأتي بالمخرج الخيشومي. ويمدهم، انتبهوا لهذه الحركة لأنه عندي دال مشددة، أي دال ساكنة ثم دال مضمومة، وقد انحصرت ما بين الضمتين، ضمة الميم وضمة الدال فالثانية، فتقول ويمد، ويمد، ويمود، مود، هكذا أنت قضيت على الدال الساكنة ما طلعت معك، إذن يجب أن يكون ضم، إرجاع ضم، ويمد، ويمدهم في. لاحظوا أيضا هنا لدينا ميم مظهرة جاء بعدها الفاء أيضا أسمعها، ويمدهم في، لاحظتم الآن لازم أسمع صوت الميم المظهرة، في، في كسرة الفاء، في طغيانهم، الطاء مفخمة مرتبة ثالثة، طو، طو، لا تسحب ضمة الطاء إلى الغين الساكنة، والغين أيضا من أحرف الاستعلاء لكنها ساكنة مفخمة مرتبة رابعة، والغين يجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس، إن أجريت فيها النفس أشممتها خاء، لأن الغين والخاء من نفس المخرج أدنى الحلق، لأن الخاء يجري فيها النفس والصوت، فإذا طغ، لا تقول طغ، طغ، نطقت الغين ولا زالت الشفاه مضمومة، تخليص الحركات يجب أن تنتبه إلى هذا الموضوع. طغيانهم، لا تقول طغيانهم، يانهم، هذه يا ممالة، ألف ممالة أحبتي في الله، فانتبهوا، لا تبتسم بالشفاه وتسحب اللسان وتبسط اللسان، بعد بين الفكين واللسان مرتاح، يا، يانهم، يا، طغيانهم، كسرة النون والهاء والميم مظهرة، طغيانهم يعمهون. العين الساكنة تحتاج إلى تدريب، يجب أن تكون من وسط الحلق، العين العربية الفصيحة عميقة، ما أخرجها مقلقلة، يعمهون خطأ لأنه بينية لنعمر، فيجب أن تخرج بتوسط بفترة يجري فيها صوت، فترة زمنية بسيطة، فهذه ننتبه إليها، ولا عائمة، يعمهون قريبة من أدنى الحلق، لم أنزل إلى وسط الحلق، انزعاج في المخرج، تحس وكأنه عم تبلع شيء، يعمهون، هو، هون، هون، لا يوجد فيها هن الواو، ليش؟ لأنه أنا ضميت الشفاه إلى الأمام، خليت رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى، ورفعت أقصى اللسان، فما راح يطلع عندي غنة في الواو، يعمهون.
واسمع هذه النون المظهرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك هذه الواو كما تلاحظونها أمامكم هذه فوقها صفر مستدير، فهذه تكتب ولا تلفظ، يعني راح ألفظ فقط أنا همزة مضمومة أولى فقط، ما أقول أولئك هذا خطأ، تكتب ولا تلفظ. واجتمع حرف المد والهمزة في كلمة أولئك كلمة واحدة، إذن مد واجب متصل أربع أو خمس حركات، لكنه لا تقول أولئك، لا تمل صوت الألف، أولئك لا تتكئ على الهمزة بقوة، هذا يعني مبالغ فيه وتعسف. أولئك الذين خطأ، خليك يعني سلس عليها. أولئك الذين لا تمسك اللام حتى لا يطول زمنها فتصبح رخوة، اللام من أحرف التوسط لابن عمر، الذين هكذا بدون أن تنبر الذال، الذين اشتروا، انتبه. فانتقلت الآن من النون المفتوحة إلى الشين لأن لدينا همزة وصل من كلمة اشتروا، الذين اشتا بعيدها مرتين، لماذا؟ لأنهم بتأثير، بل بعض يقرأها التاء مفخمة بتأثير الراء المفخمة لأنها مفتوحة، يقولون الذين اشتروا، هذا خطأ. إذن قسم الكلمة، فكك الكلمة، الذين اشتروا، لاحظتم؟ هذه يجب أن ننتبه إليها. الضلالة، لدينا ضاد مشددة، ضاد ساكنة مفخمة مرتبة رابعة، رخوة واستطالة، وأسمع صوت رخوة يعني يجري فيها الصوت، يجب أن أعطيها حقها، الضاد الساكنة لازم أسمعها. ثم بعد ذلك الضاد الثانية مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية، الضلالة، وكما علمتكم لنطق حرف الضاد موجود كيف تنطق حرف الضاد بطريقة صحيحة على القناة، الضلالة، لا تقول الضلالة، هذه إمالات بالألف فانتبهوا بارك الله فيكم، بالهدى كسرة الباء، واللام هنا قمرية، لماذا؟ لأنه جاء بعد حرف الهاء، ابغي حجك وخف عقيمه، الهاء من عقيمه، بالهدى، ولا تقول بالهدى، لا، بالهدى، فما ربحت، لا تقول فما ربحت، لا تمل صوت الألف، فما ربحت، تجاة مع التاء إدغام راح يصير عندي هنا، الله تعالى يبارك فيكم، تاء مع التاء إدغام متماثلين فننتبه إليها، فما ربحت تجارتهم، راء مفخمة لأنها مفتوحة، بي كسرة الباء، ربيحتي، لاحظتم هكذا نقراها، تجارة، لا تقول تجارة، لا تمل صوت الألف، الراء مفخمة من كلمة تجارتهم لأنها مفتوحة، توهم بمظهرة، تجارتهم وما كانوا، خاصة جاء بعدها واو، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، ما هي؟ الميم المظهرة، لأنه مخرجين في الميم شفوي وخيشومي، وما كانوا، هنالك يقرأوها وما كانوا، صوت حقيقة غير مستساغ لأنه أمال الألف، خلي كل شيء مرتاح، خلي كل شيء طبيعي، لا ابتسامة ولا سحب اللسان، اللسان نايم مرتاح، ما عندي أي مشكلة، ما كانوا مهتدين، هنا الميم مضمومة، لا أسحبها إلى الهاء الساكنة، أقول نطقت الهاء ولا زالت الشفاه مضمومة، خلصوا الحركات أحبتي في الله، مهتدين، الهاء باهتزاز الأوتار الصوتية وخاصة الساكنة تتجلى فيها الصفات، تكون واضحة جلية ورخوة جريان للصوت، مهموسة جريان للنفس، باهتزاز بأقصى الحلق، لا تقول مهتدين، هذه هواء خارج من الرئة من الصدر، ما لها علاقة بالها، يجب أن تحس بالاهتزاز من ها هنا، شوفوا خلصت الهاء من الضم، مهتدين، ولا تجعلن في هذه الحرف الياء هنا، اقفل الفتحتي الألف،
مهتدين. هكذا تدرب عليها بخفض الفك السفلي قليلا وأقف بنون مظهرة كما سمعتموها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.